السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتلاحظوا اليوم غادي نشارك معكم، درت الغداء التاجرة بالسمك والخضر، كتجي زوينة بزاف. قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم وتشوفوا الطريقة ديالي. دابا عندي هنا السمك اللي غادي نقيه ونحيد له الشوك ونقيه مزيان وننظفه، ومن بعد انا تنرقدو في الماء والملحه والخل باش كيشربهم وكيجي لذيذ، كيجي لذيذ بزاف. ودابا نظفت السمك ديالي مزيان، خويته من داخل وحيت له الشوك اللي في الجناب باش ما يعذبش في الماكله. دابا غادي نزيد الخل والملحه، هذه هي طريقتي المعتاده مع السمك، كيجي بنين بزاف بهذه الطريقه. هذه غنخليه مرقد بالموجة الخضره والشرموله ونحيد. والان غادي ندوزو نوجدو الشرموله. هنا درت الحامض قطعته طريفات صغار، وهنا الحوت ديالي درتو يتسقط وفلحته، وفي الخضر درت خيزو كورجيت اللي قطعت على ديك الطريقه، مطيشه، بطاطا، والزعتر. انا غادي نسمو بالزعتر، ما غاديش ندير قزبر ومعدنوس، ولا يمكن لكم ديروهم بجوج. بالزعتر كيعطي واحد النسمه رائعه وكيجي مختلف. بالنسبه للخضر يمكن لكم ديروا اي خضره عندكم. احنا كنربطوا بطاطا وخيزو مع طاجين الحوش، ولكن بالعكس يمكن لكم ديروا اي خضره عندكم. هنا درت الكمون وغادي ندير التحميره، شويه سودانيه اللي كيعجبو الحار يمكن له يزيد شويه الهريسه، واللي عنده الاطفال بحالي يدير غير شويه بركه. غندير الملحه، هنايا درت من عطريه الشاورما اللي كنت صايبتها معاكم، تنستعملها في الحوت كتجي رائعه. زيت الزيتون، وغادي نزيد شويه الماء ونخلط الشرموله ديالي مزيان. مازال ليا الثومه غادي نحكها، هاد الشرموله كتجي من السما بالزعتر كيعطيها واحد المذاق زوين. وغادي نخلط جميع العناصر حتى تتجانس مع بعضياتها. دابا غادي نشرمل الحوت وندخل ليه الشرموله في ديك الفتيحات اللي درت ليه هو من داخل باش يجي ملذذ بديك لاصوص. انا هذه هي الطريقه ديالي، طاجين ديال الحوت ولا التاكره. هذه هي التاكره ديالي،
غادي نفرش خيزو اللي قطعته على داك الشكل، ونزيد عليه مطيشة اللي لقيتها وقطعتها دوائر، يمكن ليكم تخليوها بالقشور ديالها، كل واحد على حسب الذوق والرغبة ديالو. غادي نحيد داك السمك من الشرمولة باش نشرمل فيه البطاطا. ملي نشرملها غادي نستفها فوق مطيشة، انا تندير المطيشة من تحت باش تعسل. وبقات لي غير القريعة، غادي نستفها من فوق البطاطا. صافي غادي ندير السمك ديالي من فوق، غادي نزيد واحد معلقة صغيرة على ديك لاصوص اللي بقات شرمولة ونخلطها مزيان ونزيدها فوق ديك الخضرة. بالنسبة للماء غير النص ديال الكويس كافي، حيت الخضرة كطلق الماء والسمك كذلك. بارك عليك، كافي هذاك النص ديال الكويس كافي غادي يطيب فيه. انا غادي نخشيها في الفران، هاد التاكره هادي غادي نغطيها ونخشيها في الفران وحتى تطيب وتتعسل، ونعري عليها تحمر شويه السمك من فوق وصافي. ودابا غادي نزينو بالفلافل والحامض. يمكن لكم تزيدوا حتى الزيتون، انا ما متوفرش عندي.
وهذا هو شكل التاكرا ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلها للفران طيب، كما قلت لكم غادي نغطيها ونخليها حتى تطيب، وعاد نعدي عليها وتحمر. دابا زدت واحد الوريقات ديال الرند او ورق سيدنا موسى، تيعطي واحد المذاق هائل للتاكرا. هو هذا هو الشكل النهائي ديال التاكرا من بعد ما طابت وتحمرت وتعسلات، جات رائعه ما شهيتكم فيها. كنتمنى الوجبه الوصفه تعجبكم وتجربوها وتقدموها لوليداتكم بالصحه والراحه. وما تنساوش لي لايك والتعليقات ديالكم اللي كتفرحني، ونخليكم على خير.